قبل ما تشد الباك خاصك تشد الفلوس، قبل ما تشد لا ليسونس خاصك تشد الفلوس، وقبل ما تشد الماستر خاصك تشد الفلوس وتعلم كيفاش تشد الفلوس. اكبر خدعة كبرنا فيها في المدرسة كانوا كيسوقوا علينا بطريقة غير مباشرة هو انه الفلوس كتجي من مور الدبلوم، الفلوس كتجي مباشرة ملي كترقى في خدمتك، ودي اكبر جريمة في حق التلميذ. انا كنسميها غسيل دماغ، بورتو الحقيقة ماشي هي هادي. كتلقى جوج ديال الاساتذة تخرجوا في نفس النهار وخدموا في نفس النهار، جوج ديال الاطباء تخرجوا في نفس النهار وخدموا مثلا في نفس النهار، واحد فيهم داس 10 سنين باقي في بلاصتو عنده كابيني ديالو وكيخدم بطريقة تقليدية، بورتون كاين واحد اخر اللي هو تخرج من نفس النهار شدار كبر البراند ديالو سوق نفسه مابقاش كيقري واش عندهم دراسة ديالو، الاخر مابقاش عنده عيادة ولا مصحة كبيرة ولا كيدير غير استشارات، وهذاك الاستاذ ولا هو كيقدم وكيدرب الاساتذه كثر اكثر. شنو الفرق ما بين جوج الاساتذه او جوج الاطباء؟ هو هاد السيد المطور اللي حنا كنقولوا عليه مطور قبل ما يشد الدبلوم ديالو كان كيدير حوايج اخرين، خرج لسوق الشغل كان كيخدم وطخوموندي، عرف القوالب وعرف بان الفلوس عندها طريقه بوحديتها ايلواني سيباري ما عندهاش علاقه بالدبلوم. دونك نصيحه خويا ونصيحه لختي، نصيحة لأي أب وأي أم، علم ولدك كيفاش يدي الفلوس وخلي ولدك يخرج سيادنا الصيف، أقسم لكم بالله زوين نمشيو نتبحروا في الصيف راه مزيان، ولكن نحاولوا نستغلوه الصيف باش نخدموا مزيان، نمشيو نقراو مزيان، نطوروا اللغات ديالنا، هادشي كله مزيان أسيدي، ما كنقولش لك لا، ولكن شد الفلوس في يدك. راه والله العظيم اللي كتخرج جيبك عامر، راه واحد الثقة في الناس كتكون عندك خيالية. الفرق ما بين جوج دراري صحاب، واحد كدور معاه باه وواحد خدم الراس، وهذاك اللي كيخدم كيكون حار كلشي عنده سهل وكيقول لك انا ما عنديش فلوس ايفون دابا، ولكن الا خدمت غادي عندي دير ايفون، انا غادي نمشي نخدم بريكول با با با، والثاني كيتسنى باه يشري ليه، كيتسنى عمو جا من برا يشري، دونك كيبقى ديما ضعيف وديما كيتسنى وعندو الاسطوانه ديال وراه خاصني نخدم ودير خدمه محبسني على الدبلوم، ماشي هكا سيادنا. دونك فيقوا الله يجازيكم بخير، وحاولوا شويه تبحثوا شكون هو النموذج الناجح في العالم اللي كيخلي او كيبريباري التلميذ انه من صغره يكون كيعرف يشد الفلوس. النموذج اليهودي ناجحين في هذه النقطه هذه، صعيب تلقى يهودي في بلاصه ما عنده ديما البرانسيب ديال انهم كيطلعوا كيقول لك ما تبقاش مقابل المجر، وهذه رساله للناس اللي كيكونوا خدامين وحاضر المجر، احيد من المجر، حد ما بقيتي جالس في المجر حد ما غتبقى حاضر المجر، حد ما حياتك كلها غتبقى قدام المجر. فوت درتي 6 شهور كنخلق ان سيستم، كنجيب واحد بلاصه كنمشي ندير الاداره، كنمشي ندير التسويق، كنمشي على برا ها وكنمشي نكبر البراند ديالي. التليفون اللي انت شادو في يدك هذاك التليفون شكون صنعو؟ اللي كنتي شاد ابل ما صنعتوش ابل، ابل راه غير تفاحه، ولكن ليكرو راه صنعتها سامسونج، الكاميرا ديال ابل راه صنعتها سوني، ابل غير البراند غير السمعه، سمعتيني؟ اغلبيه ديال الشركات الكبار ما كيديروا والو، كيديروا غير التسويق، دونك الشركه في حد ذاتها راه غير التسويق. ايلون ماسك اللي هو اغنى رجل في العالم راه هو غير ممكن الناس ملي كيديروا خدمته، هو كيدير غير التسويق، هو غير وجهه. دونك انت حيد من المجر، انت واخا تقرا اللي قريتي ديما قرا البيزنس اون باراليل سا مارش سيادنا، راه ديما كنقول لكم راه البيزنس ثم انت طبيب قرا البيزنس، انت محامي قرا البيزنس، انت نجار قرا البيزنس، البيزنس هو اللي ينفعكم هو اللي غادي يقربكم المبتغى ديالكم سا مارش. وراه شي اللي كنقول معكم دكتور انس نور ساينتيست، وخاصكم كلكم تقراو البيزنس اون باراليل. فوالا شي اللي كاين، تحياتي لكم، شكرا في الفيديو الجاي ان شاء الله، والله المستعان.